ازيكم يا شباب، معكم حلقه جديده مع اي سي تيوب جيم. النهارده هنلعب لعبه اوفر واتش للكمبيوتر، واخترت الشخصيه دي يا شباب. استنى كده الراجل العجوز ده، يلا بقى عايزك بقى تظبط الكلام يا جدو. يلا يسي بقول لهم محتاج، يلا محتاج هيلينج للدم بتاعي، محتاج زي علاج ليا او الاسعافات الاوليه. ولا مجنون ده اللي بيفجر بكريسي. ايوه خلي بالك، خلي بالك يا بطل. ايوه حط المحلول بتاعك واظبط الكلام. اوه خلي بالك، خلي بالك ايس. ايوه تمام، خلي بقى دي تحمي كده مؤقتا. ايوه احمينا بقى 10 على 10. والله 100 100 الراجل ده. ايوه خلينا انا هنا. السلاح ده جامد جدا، ده هيفرق من عيال. ما ينفعش اسحبها بقى. نور المجنون اهو اللي عملنا حد في الحاجة. بس انا عايز اسحبك من هنا، ما ينفعش اسحبك. طب ايش تخلات دمر العيال. شوف انا ايه الكلام. شوف العيال هنا عشان احميهم. لا 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 لا، المكان هنا خطر، المكان هنا خطر 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 يعني. يلا جريسي. ايوه خليك في المكان بتاعك هنا، الحماية قشطة كده 100 100. عايز اقف هنا امن المنطقة، احط هنا قصدي ليزر. خلي بالك، خلي بالك فين 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 ولا تحت هنا صح؟ استنى استنى خليك هنا، عايز احطك في مكان حلو. لا 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 ولا يا راجل، اوعى ولا اوعى ولا سحبني وتك. الراجل ابو كرش ده اللي كل شويه يكح ده هو اللي واحد تاني موتني. انا هو صاحبني ما كانش موتني، الواد التاني اللي كان واقف. طب قشطه قشطه تمام، حاضر يا بطل. طب السلاح بتاعي لسه موجود. طب قشطه والله، ده الشخص التاني منزله معايا في الجيم مش عارف. الله يسي، ان شاء الله هحاول اظبط العيال. ايوه كده. لا 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 ده انت مش معانا، ده انت مش معانا، انت العدو يا راجل. يسي خلي بالك، خلي بالك لما احط الحاجه هنا. طب بتاع دراعي موجوده هنا اهو. طب قشطه، حط واحده هنا كمان. ايوه خلي بالك يسي. لا 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 يا غلس، شفت الغلس؟ اوعى ده انت مش ما خلينيش احطها، لانه اعطاني الفرصه ابص السوسه قاعد ما بيتحركش، ما بيدكش فرصه تعمل كده عشان انت عارف انت هتدمره بعد كده. تمام يلا يوسي. ايوه عايز احط في مكان استراتيجي هنا. حطها فين؟ حطها فين؟ حطها فين؟ حطها هنا، حطها هنا يا مساهم. ايوه خباك انت بس يوسي. لا اوعى تقول خسرنا، خسرنا راوند 2. تمام مش شكلنا هنخسر، طالما راوند 2 يبقى هنخسر. ربنا سهل وما نخسرش. ويي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 ي
سنايبر؟ لا معانا واحد سنايبر يبقى تمام. ومعانا الراجل اللي هو اللي بمسدس ده انا كنت لعبت قبل كده. والولد المجنون ده لا كده هتظبط ان شاء الله. والبت اللي هي التريس بس مش معانا حد يعمل شيلد، مش مشكله ربنا يسهل. هلو ازيكم يا شباب؟ معاكم يلا يوسي. ايوه عايزين نحط البتاع الاول دي، نظبطها الاول في مكان استراتيجي. انا معاك وراكي وراكي، بحميك بحمي ظهرك اهو. 10 10 وضع مستقر. لا لا مش من اولها عك كده. بيضرب منين ده؟ بيضرب من انه مكان ده؟ مش مكان. لا لا حرام عليك حرام عليك. اوه بو سحب البت راح. اوه لا ده ايسي ايسي الغلبان. تك يلا ايسي، عايز امن المكان الاول. انا السلاح بقى مش فاهم في ايه، وفي موتوسيكل هنا كمان. خد لفه بيه بعد ما اخلص الجيم. يلا ايسي يلا يا بطل. لا المكان هنا صعب. لا 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 نوب بقى لسه جديد، سامحوني بقى يا عم. انت بترجع ايه؟ بترجعني انا بموت؟ خلاص يا عم بلاش فضايح. ايسي كان بينط راح ما تصوتش. ان شاء الله هنكسب.
يلا في الانجاز في الانجاز في الانجاز، يلا بسرعه عايزين نشوف مكان حلو. تمام، وحطت البتاعه في مكانها حلو. ايوه حط واحده هنا كمان، خلي بالك يا رب ما يضربها، خلي بالك صلحها صلحها يا راجل، انا حذفت لك الارمر اهو، وفي واحد بسنايبر فيه حوسه. ايوه خباك يا يسي، ايوه يا رب يلا 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 دمري دمري. لا 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 انفجر تاني، مشكله العيال واقفه واقفه بطريقه وحشه قوي. لما احط هنا واحده طيب، ايوه هنا مكانها استراتيجي. ايوه يا رب تدمره، ايوه 10 10 100 100، بس مكانها هنا حلو. خد بالك يا يوسي، لو ينفع اصلحك بس عشان العيال بص بتدمرنا من بعيد. الولد المجنون ده برضه دمر ماي بيبي، دمر السلاح بتاعي. يلا ايوه خلي بالك، عايزين نحطها في مكان حلو، مكان حلو بقى. لا 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 مش انا صغير، لا 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 طلقتين بس، طول ما انت ماسك البتاع دي بطلقتين خلص على مستقبل ايسي. شفتوا ضربني ازاي؟ ثلاثة ولا أربعة بس، حصان طيب. حاول بقى أركز. والله رغم إن أنا مركز بس بقى في الجيم بقى صعبة شوية، الشخصية صعبة. أنا مش فاهمها أوي. يلا كده هنخسر يا شباب، كده هنخسر يعني إيه ب... أيوة حطها هنا 100 100. يا رب ما يدمرها، أيوة يا رب تدمره. دمريه. طب انت فوق، طب ما تقول لي انت حاطط واحده فوق يا راجل. ايوه خباك ايسي، دمر الولد ده السوسه برضه. انت تاني، انا مش معايا هيل، مش معايا هيل، محتاج هيل يا شباب، انا كده هتدمر. ايوه روح حط لهم واحده هنا كمان، يا اما سهل يا رب يضرب فيها. اضرب اضرب اضرب، ايوه اضرب بقى هنا، ايوه اضرب في المكان ده، مش عايز حد يشوفه. شوف حد، ايوه مش عايز اشوف حد، شايف واقف هنا. عشرة على عشرة يا موسى، العيال بتدمر كل شيء في بيوتكم، جامدين جدا. خلي بالك يا زلمة، خلي بالك المكان وضع مش مستقر. لا 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 اوعى، ولا ولا انت جيت من انه ده، جيت من انه حته انا مش شايفك انا. ايوه موت، الف سلامه ترى لي والله لازم فضيني يا ربنا. لا حرام عليك، حرام عليك، خسرنا. كلنا لسه جداد بطيخين بقى. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب وتشترك معانا في القناه بطل، واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمنج، وتشوف بقى الراجل ده كان بيعمل ايه. معاه نفس شخصيتي بس هو بصراحه ظابط. ف كم مرة جاي مع فيديو جديد مع ايسي تيوب جيمنج، انا قلتها مرتين معلش، يلا سلام.